السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده إعادة ضبط المصنع لجهاز انفينكس اكس 5010. إعادة ضبط المصنع اللي في الفيديو ده بنستخدمها في حالة نسيان النمط أو كلمة مرور الشاشة. سلبيات الطريقة دي إن هي بتقفل الجهاز على حساب جوجل. لو مش عارفين الحساب أو ناسيين كلمة السر، أسفل الفيديو ده هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعلم فيه طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز. بنحذر يا جماعة، الطريقة ديت هتحذف كل البيانات والداتا الموجودة على الجهاز. في البداية بنقفل الجهاز خالص، وبعدين بنضغط على زر الباور وزر رفع الصوت الاتنين مع بعض ضغطة مطولة. أول ما تحس بهزة في الجهاز بتشيل إيدك من على زر الباور وبتفضل ضاغط على زر رفع الصوت. بتظهر لنا الصفحة اللي قدامنا في الفيديو، بنشيل إيدينا من على كل الزراير، بنضغط على زر الباور وزر رفع الصوت الاتنين مع بعض ضغطة واحدة. عن طريق زر خفض الصوت بننزل على اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، بنضغط على OK بزر الباور، وبعدين بننزل على اختيار Yes Delete All User Data، بنضغط على OK بزر الباور. بعد إعادة ضبط المصنع بيرجعنا للصفحة الرئيسية للريكفري. بنختار أول اختيار Reboot System Now عن طريق زر الباور، الجهاز هيعمل إعادة تشغيل، وفي الغالب بيفضل على شعار XOS من 5 ل 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة، بنضغط البدء، تخطي، الإعداد كجديد، عدم استخدام أي شبكة في الإعداد، متابعة. التالي 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 ليس الآن، تخطي على أي حال، الإعداد لاحقا. بنختار الدولة، بنضغط ابدأ، بدء، تحديد. تم عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.